بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات التعليم المفتوح، هنتناول بعد ما تناولنا الميزانيات التقديرية، هنتناول برنامج الفحص التحليلي أو المراجعة التحليلية. معكم الأستاذ الدكتور علي إبراهيم طلبة، أستاذ المادة. إيه هو الفحص التحليلي؟ هو مجموعة من الوسائل والإجراءات أو الأدوات اللي يتم من خلالها عمل علاقات أو اتجاهات ذات مغزى وتحليلها، ودي بتساعد في الحقيقة المراجعين والمراقبين الماليين في الوصول إلى وسيلة هامة من وسائل الرقابة والمراجعة. هنتناول مع بعض أسلوب التحليل بالنسب. يقوم أسلوب التحليل بالنسب على افتراض أساسي، وهو أن هناك علاقات معينة بين البنود والحسابات بعضها البعض، ويجب على الفاحص المالي أو الفاحص الضريبي دراسة هذه العلاقات لمساعدته على استخلاص بعض الحقائق عن القدرة الكسبية للمنشأة، السيولة النقدية والقدرة على السداد، القدرة التشغيلية، الرفع المالي. إيه هي متطلبات أسلوب التحليل بالنسبة؟ أولاً، تحديد القيمة المتوقعة للنسبة، وقد تكون هذه القيمة مستمدة من معايير الصناعة المتعارف عليها، أو تعتمد على تقدير الفاحص بناء على خبرته في هذا المجال. ثانياً، تحديد حدود الدقة أو مدى الدقة للنسبة موضع الفحص، ويتم تحديد المدى المقبول للقيمة كما يلي. 1- تحديد الأهمية المطلقة لكل بند محل المراجعة، وتعتمد على أهمية النسبة. والمراجع في الحقيقة بيحط كده مبلغ نقدي كده هو عشان يحدد فيه أو يعمله كترجيح للحد الأدنى والحد الأعلى. أولا، هنحدد الحد الأعلى للمدى المقبول، بيجي على خطوتين. الحد الأعلى بيساوي معامل الحد الأعلى في القيمة المتوقعة للنسبة، يبقى لازم نجيب معامل الحد الأعلى. طب ده بيساوي إيه؟ بيساوي البسط زائد القيمة المطلقة على البسط. تمام؟ 3- تحديد الحد الأدنى للمدى المقبول للقيم، بيساوي إيه بقى؟ الحد الأدنى بيساوي معامل الحد الأدنى في القيمة المتوقعة للنسبة. هنجيب معامل الحد الأدنى بيساوي المقام على المقام زائد القيمة المطلقة. تمام؟ ثالثاً، تحديد الاختلاف الجوهري. إيه هو الاختلاف الجوهري ده؟ هو بيساوي المعدل، وهيديهولك في التمرين، في القيمة المتوقعة. ده أنا بقارنه بفروق المراجعة. ليه؟ لأن لو فروق المراجعة زادت على الاختلاف الجوهري برفض النسبة، ومعنى إن أنا أرفض النسبة يعني أرفض قيمتها. تمام؟ 4- تطبيق الأسلوب التحليلي واستخراج النتائج الفعلية اللي حققتها المنشأة. 5- تطبيق الأسلوب التحليلي واستخراج النتائج المتوقعة. يجب أن يحدد المراجع القيمة المتوقعة التي يستخدمها في التحليلات المالية. والحصول على هذا المعيار يلجأ الفاحص إلى أحد المصادر التالية: بيانات المراجعة خلال السنوات السابقة، الإحصاءات التي تنتمي إليها الصناعة، الموازنات التقديرية للعميل، ويشار إلى النتائج القياسية السابقة سبق ذكرها بالقيم المتوقعة. إحنا عايزين القيمة المتوقعة التي تعد بمثابة جوهر عملية الفحص التحليلي. 6- تحديد فروق المراجعة، ودي تحديد حجم فروق المراجعة بتخصم النتائج الفعلية من القيم المتوقعة أو أقرب قيمة تقع داخل نطاق المدى المقبول اللي هو الفرق بين الحد الأدنى والحد الأعلى، ثم تقارن فروق المراجعة بالقيمة المحددة سابقا للاختلاف الجوهري. زي ما قلت لحضراتكم إن أنا بعمل عملية مقارنة بين الاختلاف الجوهري وفروق المراجعة. إذا كانت فروق المراجعة أكبر من أو تساوي قيمة الاختلاف الجوهري، دل ذلك على انحراف النتائج الفعلية عما هو متوقع، لأن المفروض أقصى حاجة، أقصى انحراف اللي هو الاختلاف الجوهري، أقصى فروق مراجعة ما يزيدش على الاختلاف الجوهري، تعتبر قيمة الانحراف مؤشر مقبول لحجم العمل الواجب بذله من جانب الفاحص أو المراجع.
ناخد حالة عملية، القيمة المتوقعة لنسبة التداول 1.34، والقيمة المتوقعة قد زي ما قلنا تكون مستمدة من النسب المعيارية. الأصول المتداولة 624,000، الخصوم المتداولة 476,000، الأهمية المطلقة خلال السنة 40,000 جنيه. المطلوب من حضراتكم تحليل نسبة التداول لتحديد حجم العمل المطلوب منك إذا علمت أن نسبة الاختلاف الجوهري 2%. المطلوب تحديد فروع المراجعة مقارنتها باختلاف المادة الجوهري للحكم على مدى موضعية بنود النسبة موضع الفحص. زي ما حضراتكم عارفين أن نسبة التداول بتساوي الأصول المتداولة على الخصوم المتداولة، يعني 624,000 على 476,000 هتديني 1.31، دي النسبة الفعلية. الحد الأعلى، الأول نطلع معامل الحد الأعلى اللي هو البسط زائد القيمة المطلقة على البسط هيديني 1.64، ده المعامل لازم يكون أكبر من 1 صحيح. الحد الأعلى 1.64 اللي هو المعامل في القيمة المتوقعة اللي هو مديهالك في التمرين هتساوي 1.34 هتساوي 142. يبقى الحد الأعلى للنسبة 1.42. بس في الحقيقة في الواقع العملي الحد الأعلى كل ما كبر في دليل على إن نسبة التداول كويسة وخصوصا في شركات الأموال. الحد الأدنى، معامل الحد الأدنى بيساوي المقام على المقام زائد 40,000. هنا المعامل دائما وابدا بتاع الحد الادنى بيكون اقل من 1 صحيح، وهنا 92%. هنجيب الحد الادنى اللي هو 92% نضربه في القيمه المتوقعه 1.34 هيديني 1.24. يبقى هنا انا عندي الحد الادنى 1.24، الحد الاعلى 1.64، وهلاقي ال 1.31 وقعت بين الحدين يعني في مدى القيمه. يبقى مبدئيا كده اوافق على هذه النسبه، لكن لازم انا اعمل تحليلات اخرى عشان اشوف هل فعلا ده النسبه دي سليمه ولا لا. يبقى زي ما قلنا المدى المقبول 1.24 الى 1.42، يبقى هنا النسبه بتقع بينهم. لكن انا يعني اسمحوا لي الاول نشوف فروق المراجعه. فروق المراجعه بتساوي 1.34 ناقص 1.3، ايه اللي هي القيمه المتوقعه ناقص القيمه الفعليه؟ هيديني 3%. البعض يقول لك ايه 3% دي؟ ده كلام فارغ. لا، تعالى بقى نشوف الاختلاف الجوهري. انا مدي لك الايه؟ مدي لك النسبة بتاعته او المعدل بتاعه، هضربه في القيمة المتوقعة اللي هي 1.34 يديني 27,000. الله، يبقى فروق المراجعة اللي هي 3% اكبر من اللي هو الاختلاف الجوهري اللي هو 27,000. بعد كده ان انا ايه؟ هرفض النسبة. ليه؟ لأن فروق المراجعة أكبر من الاختلاف الجوهري، وبالتالي ما ينفعش إن فروق المراجعة تبقى أكتر من الاختلاف الجوهري. هل تستطيع تحديد ما ينبغي أن تكون عليه مكونات النسبة؟ أي تحديد كل من الأصول المتداولة والخصوم المتداولة؟ نعم، أنا هطلع مدى الدقة بطريقة تانية. القيمة المتوقعة زائد أو ناقص الاختلاف الجوهري. القيمة المتوقعة اللي هي 1.34 زائد او ناقص 27,000 هيديني حد ادنى 1.313، حد اعلى 1.367. خد بالك الحد الادنى 313، يعني معنى كده ان النسبه الفعليه اقل من الحد الادنى، عشان كده ايه؟ ارفضه. طب ايه الحل؟ قال لك انا ممكن ايه؟ اخلي الاصول المتداوله كما يلي، يعني ازود الاصول المتداوله. ازاي؟ اضرب الاصول المتداوله في النسبة المعيارية أو القيمة المتوقعة على القيمة الفعلية، هيديني المفروض الأصول المتداولة تكون 638,290، ما هي 624. أو أقلل الخصوم المتداولة. إزاي؟ قال لك إن أنا أجيب الخصوم المتداولة أضربها في النسبة الفعلية على إيه؟ على القيمة المتوقعة، هتديني 465 بدل 476 وهكذا. تحليل الاتجاهات البسيطة من الأساليب الهامة. احنا قلنا قبل كده ان القيمة المتوقعة المراجع هو اللي بيقيم، لكن في تحليل الاتجاهات وفقا للطرق الثلاثة، طريقة متوسط التغير النادي، طريقة متوسط التغير النسبي، طريقة متوسط التغير المرجح، دي
هتديني او تخليني اعرف القيمة المتوقعة للبند اللي انا براجعه. هنشوف مع بعض الطرق الثلاثة دول. اولا طريقة متوسط التغير النسبي، يتم تقدير القيمة المتوقعة للبند محل الفحص وفقا لهذه الطريقة على مرحلتين. المرحلة الأولى استخراج متوسط التغير النقدي. متوسط التغير النقدي بيساوي إيه؟ قيمة البند في أحدث فترة ناقص قيمة البند في أقدم فترة على عدد فترات السلسلة الزمنية ناقص واحد. جميل. المرحلة الثانية استخراج القيمة المتوقعة للفترة موضع الفحص. القيمة المتوقعة بتساوي ايه بقى؟ قال لك قيمة البند في أحدث فترة زائد المتوسط اللي أنت طلعته، متوسط التغير النقدي. ده الطريقة الأولى. شوف الطريقة الثانية. طريقة متوسط التغير النسبي، يتم تقدير القيمة المتوقعة للبند محل الفحص وفقا لهذه الطريقة على مرحلتين. المرحلة الأولى استخراج متوسط التغير النسبي. إيه هو بقى متوسط التغير النسبي؟ قال لك قيمة البند في أحدث فترة، نفس الكلام، بس قال لك لا، بدل ما تقول ناقص تقول على قيمة البند في أقدم فترة ناقص واحد، على عدد الفترات ناقص واحد. كويس؟ المرحلة الثانية استخراج قيمة متوقعة بتساوي قيمة البند في أحدث فترة زائد إيه بقى؟ مش هينفع إن أنا أجمع قيمة نقدية على نسبة، فأقول زائد متوسط التغير النسبي في قيمة البند في أحدث فترة. يبقى معنى كده إن أنا بعمل إيه؟ بحول النسبة إلى قيمة نقدية. ثالثا طريقة متوسط التغير المرجح، يعاب على طرق القياس متوسط التغير السابق ان هي بتعتمد على سنتين بس، اللي هي أقدم فترة وأحدث فترة. وبالتالي لو كانت السلسلة الزمنية كبيرة، يعني 10 15 20 سنة، ما ينفعش استخدم الطريقة الأولى والطريقة الثانية. وعشان كده لجأت إلى الطريقة الثالثة اللي هي متوسط التغير المرجح. مش هنفهم الكلام ده إلا من خلال التمرين التالي، موجود مع حضراتكم في الكتاب هذه التمارين. تبين لك عند فحص قيمة المبيعات في الشركة موضع الفحص عام 2008 انها تبلغ 150,000 جنيه. عام 2008 دي سنة الفحص، وقررت استخدام تحليل الاتجاهات البسيطة لإجراء الفحص التحليلي، في إذا علمت أن نسبة الاختلاف الجوهري 2%، وبرصد قيم المبيعات خلال السنوات السابقة تبين أنها تبلغ ما يلي. طبعا المبيعات بالألف جنيه من 2002 ل 2007 دي 6 سنين، دي نون بتساوي 6 سنين اللي هي السلسلة الزمنية. 120,000، 124,000، 134,000، 125,000، 139,000، 143,000. المطلوب مراجعة مبيعات 2008 باستخدام طرق متوسط التغير النقدي أو النسبة أو المراجعة، وبين أي الطرق أفضل في ظل الاختلاف الجوهري. هنشوف. أولا طريقة متوسط التغير النقدي. المتوسط بيساوي مبيعات 2007 دي أحدث سنة ناقص مبيعات 2002 دي أقدم سنة على عدد السنوات ناقص واحد، هتساوي 143,000 ناقص 120,000 على نون ناقص واحد اللي هي 6 ناقص واحد بخمسة، يبقى 23 على 5 تطلع 4,600. ده متوسط التغير النقدي. أعمل بإيه؟ قال لك القيمة المتوقعة للمبيعات ل 2008 اللي هي سنة الفحص هتساوي مبيعات 2007 زائد متوسط التغير النقدي اللي هو كام؟ 143,000 زائد 4,600 هيديني 147,600. دي القيمة المتوقعة. خدوا بالك المبيعات كانت كم؟ المبيعات الفعلية 150، يعني الرقم ده قريب، بس هشوف هل هقبله ولا هرفضه. نشوف الطريقة الثانية، طريقة متوسط التغير النسبي أو نسبة التغير. هتساوي مبيعات 2007 على مبيعات 2002 ناقص واحد الكل على نون ناقص واحد، يبقى 143 على 120 ناقص واحد الكل على 5، 119.1% ناقص واحد على 5 هيديني 38 من 1000. ينفع أجمع 38 من 1000 على
143,000، لا، قال لك القيمة المتوقعة لمبيعات 2008، خد بالك مبيعات 2007 زائد مبيعات 2007 في نسبة التغير، يبقى 143 زائد 143 في 38 من 1000 هيديني 148,482، اداني القيمة المتوقعة أكبر من الطريقة الأولانية، وبالتالي قربت من 150,000. لكن زي ما أنا قلت لحضراتكم، إذا كانت القيمة السلسلة الزمنية بتاعت الشركة كبيرة، ما تنفعش الطريقتين دول، وعشان كده هنستخدم طريقة المتوسط المرجح. هنعمل ست أعمدة، العمود الأول السنة من 2002 ل 2007، البعد عن أقدم سنة، خدوا بالكم البعد عن 2002 يساوي كام؟ صفر. من 2 ل 3 1، من 3 ل 4 2، من 3 من 4 ل 5 3، من 5 ل 6 4، من 6 ل 7 5. مجموع الأبعاد الزمنية 15، 1 زائد 2 زائد 3 زائد 4 زائد 5 يساوي 15. القيمة بال 1000 جنيه اللي هو مديها لك في التمرين. التغير النقدي السنوي بقى، خدوا احنا هناخد بقى ايه؟ التغير النقدي بين كل سنة وأخرى، طبعًا السنة الأولى دي سنة الأساس، وعشان كده لما كنت أقول لكم تقسم على ن ناقص واحد، لأن فعلًا السنة الأولى ما تتحسبش. من 2 ل 3 عندي تغير بالزيادة 4000، من 120 ل 24، من 3 ل 4 زادت 10، من 4 ل 5 نقصت 9، كانت 134 بقت 125، من 5 ل 6 زادت 14000، من 6 ل 7 زادت 4000. ده التغير النقدي. طب انا عايز ارجحه ازاي؟ قال لك البعد الزمني هنا انا هرجحه بان انا اقسمه على مجموع الابعاد الزمنيه. يبقى سنة 2003 هقسم 1 على 15، 2 على 15، 3 على 15، 4 على 15، واخيرا الساعة 7 5 على ايه؟ على 15. اتفضل اهو، ادي يا سيدي اهو. اضرب العمود الرابع في العمود الخامس، اضرب التغير النقدي في الوزن، اضرب 4000 1 على 15 يديني 267، 10000 في 2 على 15 يديني 1330، 9 في 3 على 15 1300، وده اللي بالاحمر ده بالسالب، يعني ممكن تعملها في الامتحان بين قوسين، 14000 في 4 على 15، 4000 في 5 على 15. خد بالك ان احنا كل ما الوزن الترجيحي كبر كل ما كان التغير هيبقى كبير. هلاقي اجمع الاربعة الخضر مع بعض واطرح منهم ال 1800، هيديني متوسط التغير المرجح 4866. ولو قارنت بين المتوسط ده والمتوسطين في الطريقة الاولى والتانية هتلاقيه وسط بين الاثنين. القيمة المتوقعة هضيف 143 على 4000 زائد 4866 هيديني 147,866. وبعد استخراج القيمة المتوقعة وفق الطرق الثلاثة هنقوم بعمل المقارنة التالية. ادي الطرق الثلاثة دي. القيمة الفعلية اللي انا هراجعها 150. القيمة المتوقعة وفقا للطريقة الأولى 147,600، وفقا للطريقة الثانية 148,482، وفقا للطريقة الثالثة 147,866 جنيه. اطلع فروق المراجعة هلاقيها 2400، 1518، 2134. اطلع الاختلاف الجوهري، اضرب 2% في القيمة المتوقعة، 2% في 147,600 يديني 2952، في 148,482 يديني 2970، في 147,866 يديني 2957. وهلاحظ انه تحت الطرق الثلاثة الاختلاف الجوهري اكبر من فروق المراجعة. ده دليل دامغ على اني اقبل ال 150,000 جنيه كمبيعات فعلية، وعندي الدليل على ان انا اقبلها. وشكرا لحضراتكم، ويتمنى الدكتور علي طلبة ليكم التوفيق والنجاح، وشكرا وإلى اللقاء إن شاء الله.